سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقات جديدة من برنامج طائر السعيدة. اليوم أردنا أن نبدأ حلقتنا مع اندماج ألوان الطبيعة بين الخضرة وبين المباني الأثرية القديمة الموجودة في مدينة جبلة، عندما يندمج الجمال الطبيعي مع الأثر البشري ويكون تحفة ربانية تستمر على مدار السنوات والتواريخ. حياة نبدأها من أبرز المعالم التاريخية الموجودة في المنطقة. دعونا مع بعضنا نبدأ رحلتنا لهذا اليوم والتي نتمنى من الله أن نقضيها نحن وإياكم بوقت ممتع ومفيد، فمرحبا بكم. قصر العز هذا الذي كانت تعيش فيه الملكة أروى في يوم من الأيام تدمرت بعض جهاته ورممت الجهات الأخرى، وبالتالي تم نقل كل الأجزاء المحتوية عليه من مآثر وأثار خاصة فيه إلى المكان المخصص له في المتحف. هذا القصر الذي أصبح أحد المعالم الأثرية هنا في مدينة جبلة في محافظة إب ما زال بحاجة إلى معرفة وتعريف الأجيال به يوما بعد آخر. متحف الملكة أروى، هذا المتحف الذي تم نقل أشياء الملكة أروى المتواجدة في ذلك العصر والمخصصة لأمور اجتماعية مختلفة إلى هذه البناية التي وحسب قول الأهالي بأن لها أكثر من 600 عام، إلا أنه تم تحويلها منذ أكثر من 21 عاما لهذا المكان، وذلك حفاظا على هذه المقتنيات من الانهيار والاندثار. مجهود ذاتي لأهل هذه المنطقة واهتمام خاص بهذا التاريخ والموروث الحضاري الفكري. دعونا ندخل إلى الداخل لنكتشف المكان بتفاصيله بشكل أكبر. الزكية، الرضية، ذخيرة الدين، وحيدة الزمن، عاصمة الأسر الشديد، أسماء كثيرة مختلفة تم جمعها ونحتها على هذه الألواح الخشبية احتراما وتقديرا لتاريخ الملكة أروى. القادم إلى هذا المتحف يبدأ استقباله في هاتين الملزمتين، إحداهما تتحدث عن تريخ الملكة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي، والأخرى عن نسب القبائل الموجودة لها. على يميني مطاحن خاصة أو ما كانت تعرف بالرحى، وذلك من أجل طحن الحبوب. وكما قلنا فإن هذا المتحف يحتوي على العديد من المقتنيات الزراعية والاجتماعية الخاصة بتلك الفترة.
رحلتنا إلى الأعلى مستمرة. فهنا كما تشاهدون نافخ الكير الذي يستخدم لإشعال النار، بالإضافة إلى أدوات زراعية مخصصة لطحن الحب. هنا أيضا أدوات طبية كانت تستخدم لتقطير الأعشاب الطبية وأخذ الأدوات منها، بالإضافة إلى الدبية المخصصة للحليب واللبن. هناك أيضا المنضد الخاص للثيران التي كانت تحمل عليها البذور أو الحصاد المختلف من الأراضي. كما تشاهدون هنا أيضا مجسم خاص لسبحة الملكة أروى المكونة من 1000 حبة وحبة من شجرتي الجوز واللوز التي لا يستطيع السوس الانتصار عليها مع عوامل التعرية في الزمان، لكنها مجسم خاص وليست الصورة الحقيقية لهذه المسبحة التي يتم الاحتفاظ هنا بها في الجامع الكبير في مدينة إب. قدح، نصف قدح، أثمان، نفر، ربعية، كلها مكاييل خاصة أثناء ذلك الزمان وتوزيعها أيضا، وكما نشاهد أنها مصنوعة من الخشب. القسم الخاص بقسم العروسة كما نشاهد مجسمات لعروس تقف في المنتصف بينما بقية أهلها ووالدتها الغضوب تجلس على يسارها، ونشاهد أيضا اللبس الخاص بأيام الملكة أروى الذي ترتديه العروسة وهو لبس القميص المكمم، وكان ذلك ميزة في ذلك الزمان، بينما تجلس بجانبها من يقومون بالضرب على الدفوف لزف العروس. الطابق الرابع بجانب غرفة العروس مكان خاص وضع للقمريات التي كانت تبنى في ذلك الزمان من الخشب على أيدي اليهود. هذا الخشب المخصص بألوانه الجميلة والرائعة كانت عليه علامات خاصة تدلل على أن اليهود هم من قاموا بصناعتها، كالنجمة السداسية التي نشاهدها في منتصف كل قمرية. في الأسفل الرخام الخاص الذي كان يوضع في أعالي كل غرفة بحيث أنه يستطيع إدخال الضوء دون الرؤية لكل غرف المنزل أو دار العز الذي كانت تقطنه الملكة أروى. كما يقال لنا بأننا إذا حاولنا إسقاط الضوء عليه نجده قد ظهر لنا من الخلف بشكل واضح، وهذا ما كان يجعل الملكة أروى تنام كل يوم في غرفة واحدة حسب مدار الشمس. القصر كان مكونا بشكل دائري على خط الاستواء، ففي كل يوم كان يدخل ضوء الشمس من قمرية واحدة وهي التي كانت تخصصها الملكة أروى للمبيت. الطابق الخامس في هذا المتحف يحتوي على مجسم تقريبي لهودج الملكة أروى الذي كانت تحمل فيه على الجمال. متحف مكون من 5 طوابق يحاول أن يعطينا تفاصيل زمن دام أكثر من 55 عاما لحكم السيدة الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، والذي حاولنا في نزهتنا اليوم أن ننقل لكم تفاصيل هذه الصورة وتلك الفترة الزمنية التي كانت فترة زمنية مميزة بامتياز من حكمتها.